لو بتسمع عن اماكن كتير بس ما شفتهاش قبل كده ونفسك تشوفها، او لو حابب تتفرج على كل معالم مصر وتتمشى في كل شوارعها وانت قاعد مكانك، خليك معايا. انا احمد ودي قناة شوارعنا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين يا رب تكونوا كلكم بخير، ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد مع قناتنا وقناتكم قناه شوارعنا. وفي البدايه اتمنى انكم تدعموني بلايك وشير، وما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تخطيط كل شوارع مصر. وانا حاليا يعتبر في شارع شبرا مصر، وان شاء الله النهارده هنصور كده او هناخد جوله داخل الاسواق الشعبيه، وهنعرف اكتر يعني شكل السوق عامل ازاي، وكمان هنعرف يعني اسعار معظم المنتجات او يعني معظم المواد الغذائيه في مصر في الوقت الحالي، سواء بقى الخضار او الفاكهه او باقي الحاجات دي، هنشوفها ان شاء الله. وانا بحاول احرك الكاميرا يمين وشمال علشان خاطر تقدروا تعرفوا انا فين بالظبط، ولكن انا يعني هوضح لكم الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله. انا حاليا في شارع شبرا، وفي يعتبر الشارع اللي جاي على شمالي حالا ده اللي هو شارع شوكلاني او شارع مستشفى شبرا العام، من الشارع المشهورة جدا هنا، وانا يمكن صورته قبل كده. بيبدأ من هنا، ولو كملنا على طول هنتقاطع مع شارع الترع البولائية، ثم هنوصل لنهاية شارع كوتشينر او شارع شوكلاني، هنوصل للنهاية عند شارع احمد حلمي. وفي يمكن على يميني هنا اللي هي المدرسة التوفيقية الثانوية، يعتبر من المدارس القديمة اللي ليها تاريخ، واللي هي اصلا كانت قصر لمحمد سعيد باشا والي مصر، وتحولت مدرسة في نهاية القرن ال19. اليافطة باينة هي الباب بتاعها من هناك، واضح اسمها المدرسة التوفيقية الثانوية. وفي يعتبر الناحية التانية مدرسة شبرا الاعدادية بنين، يعني مدرسة مهمة جدا برضو ولها تاريخ، ولكن خلينا دلوقتي بقى مش هنركز في التاريخ قد ما هنركز في الاسواق الشعبية والمنتجات وشكلها. وفي على يميني حالا اهو اللي هو يعتبر منفذ امان، مكتوبة مبادرة كلنا واحد، بيبيعوا لحوم والاسعار كلها موجودة جوه، 220 لحمة بلدي، وفي 270 مكتوب ضاني، ده اللي انا لحقت اراه يعني. وهنكمل بقى في شارع شبرا، وطبعا شارع شبرا كالعاده والجزء ده تحديدا بيكون زحمه، كل ما بنحاول ان احنا نيجي نصور هنا بيكون الجزء ده زحمه شويه. والشارع اللي على يميني ده يا جماعه اللي جاي اسمه شارع مسره. شارع مسره ده من الشوارع اللي بتبدا او بتربط الكورنيش بشارع شبرا، يعني هحاول انا اوضح لكم بس، لكن ايه الناس تعدي. بص لو بصينا كده على طول، كملنا على طول هنوصل للكورنيش، والشارع يكون اسمه شارع مسرة لحد تقاطع شارع بديع. بعد تقاطع شارع بديع الشارع اسمه بيتغير، وبيكون اسمه شارع ترع جزيرة بدران. وركزوا كده في اول مسرة لان احنا هناخد جولة وهنلف وهنوصل تاني لتقاطع مسرة مع بديع ان شاء الله، لان احنا النهاردة هنصور شارع فؤاد وسوق شارع فؤاد، وهنصور كمان شارع بديع وسوق شارع بديع. نعدي بس كده الحته دي ضيقه شويه. عايز اقول لكم ان في ورا العربيه نص نقل دي، او اقرب كده، في برضو سوبر ماركت جوه هنا اهو اسمه سوبر ماركت العابد، يمكن حجمه مش كبير ولكن هو مشهور جدا، ويعني اعتقد كل الناس اللي في شبرا يعرفوا سوبر ماركت العابد ده يعني، او بييجوا يشتروا منه. واحنا كده يا جماعه الشارع اللي فات اسمه شارع مسر، واحنا هنا قريبين من محطه مترو مسره. محطه مترو مسره او شارع شبرا فيه 5 محطات مترو، من ضمنهم محطه مترو مسره، ومسره ده هو دكتور مسره، كان في دكتور قديما هنا اسمه دكتور مسره. بحاول كده اوريكم الشوارع. الشارع اليمين دي هتوصلنا على شارع بديع، يعني كل اللي اي يمين هندخله هيوصلنا على شارع بديع اللي احنا هنصوره النهارده. ونرجع تاني لدكتور مسره، زي ما قلنا كان ساكن هنا، وهو كان دكتور انف واذن وحنجره. ومحطة المترو نفسها يمكن هم عاملين له كمان على يعني الناس اللي بتركب مترو، لو نزلتوا محطة مترو مسرة تحت هتلاقي على الجدران رسومات كده للأنف والأذن، يعني كناية عن دكتور مسرة اللي هو كان دكتور أنف وأذن وحنجرة. طبعا المترو هنا اهو على اليمين والشمال، المنازل والمداخل بتاعته.
محطة المترو او علامة المترو باينة اهي يعني على ايدي الشمال، واحنا كده يعتبر لو كملنا على طول هنروح على اول شبرا وهننزل بقى نفق السبتية او نفق شبرا اللي بيخرجنا من منطقة شبرا خالص، يعني بيعدينا السكة الحديد وبيخرجنا من منطقة شبرا، وهنا يعتبر معان ضد الغلاء. المبادرات اللي بتتعمل دي اللي هي المفروض، يعني انا مش عارف الصراحة، بس هي المفروض بتبيع المنتجات دي باسعار ارخص، يعني ارخص من المتداول في مصلحة الضرائب هناك. ومن اول ما جينا هنا بقى احنا هنا، يعني اهلا بيكم في السوق، احنا هنا في شارع فؤاد، سوق شارع فؤاد، ويعني ايه هنحاول ناخد جولة كده. طبعا الاسعار واضحة، يعني كل حاجة موجود عليها سعرها، وعلى فكرة غالبية السوق هنا هتلاقي كل حاجة عليها سعرها، يعني الموضوع يكون واضح. وهنحاول كده اللي احنا نتمشى ونشوف يعني الاسعار وصلت كام دلوقتي، لان الاسعار طبعا في تغير مستمر بسبب عوامل كتير جدا يعني. فهنحاول اللي احنا ماشيين كده نشوف شكل الاسعار او وصل لكام. طبعا هنلاقي اسعار متغيره بشكل يعني نفس الحاجه بتتباع بكذا سعر عند كذا حد، كل واحد بقى حسب جوده المنتج بتاعه. هنا الفاكهه اهو، البرتقال ب8 والموز ب12، وفي في الوش القوطه، القوطه ب8 وفي قوطه ب6.5. يا جماعه القوطه دي اللي هي الطماطم، يعني في ليمون ب10، القوطه اللي هي الطماطم، ولكن احنا في القاهره عاده بنقول عليها قوطه، لكن وفي ناس في القاهره بتقول طماطم برضه، لكن غالبيه المحافظات بيقولوا عليها طماطم، يعني هي اصلا اسمها رسميا طماطم، لكن احنا بنحب ندلعها شويه. زي ما حضراتكم شايفين الكوسه اهو ب5 جنيه، الجزر ب6.5، الباذنجان ب8.5. طبعا الاسعار واضحه، والفواكه كمان هنا اهو، البرتقال ب10 والتفاح الامريكاني ب35 35 جنيه الكيلو. 35 ده يعني تقريبا ممكن نقول يعني 1 دولار، يعني علشان تكونوا فاهمين الدولار حاليا رسميا عامل 31 جنيه، في الوقت اللي بيتم رفع فيه الفيديو ده، يعني تصوير ورفع الفيديو. البرتقال ب10 جنيه. طبعا هنلاقي في السوق كل حاجة، يعني كل حاجة رسميا يا جماعة، اللي هتنزل السوق مش هتحتاج اللي انت تخرج منه. يعني هنا الخضار هو الفلفل ب15 جنيه، علشان الفلفل الرخيص وما بيوزنش، في ورا تقريبا بسلة او فول حراتي، مش عارف احدد الصراحة. طبعا يعني انا عايز اقول لكم والله انا يعني تركيزي مشتت في كذا حاجة علشان خاطر السواقة والزحمة والناس. وفي هنا اهو المكنة اللي هي بتعمل اللحمة المفرومة، اللي هو انت بتيجي بتدي للراجل اهو زي ما الست عملت كده، بتدي له الخضار والخضار بتاعها واللحمة بتاعها والحاجة، وهو بيفرم لها الحاجة كلها مع بعض. طبعا يعني ناس كتير كل واحد ليه طريقة معينة، وكل واحد شغال بطريقة معينة في موضوع اللحمة المفرومة ده. في طبعا في الوش هنا بطاطس، البطاطس ب6.5، والقوطة هنا ب7.5. في مكنة، ايه مكنة في الوش، بصوا يا جماعة شايفين الراجل بيحط اهو، المكنة بتفرم وبعدين انت بتاخد الحاجة بتاعتك تاني. وهنلاقي بقى الاسعار واضحة جدا، يعني ممكن انت لو مش قادر تبص في هنا البانيه بقى، البانيه والبانيه غلي الفترة الأخيرة، يعني أنا مش عارف بالظبط السعر وصل كام، بس عرفت إن هو غلي أوي يعني. في محل سمك هنا أهو، مكتوب سمك بولت بلدي ب50 جنيه. في جبنة قريش على الأرض، الجبنة القريش أعتقد اللي أنتوا عارفينها يعني. في هنا أكياس التوابل مكتوب أي حاجة، يعني أي 3 ب10، اللي هو الاكياس اللي بيبقى فيها بقى الفلفل الاسود، الكمون، البهارات، الحاجات اللي زي كده يعني. نحاول اللي احنا نعدي. وفي حد بتاع فراخ هنا اهو، تمام، مكتوب الكيلو ب83 جنيه، كيلو الفراخ ب83. وفي بتاع مخلل، عارفين المخلل بقى، الزيتون والليمون والبصل. في ما شاء الله سمكة، وفي سمكة بولت كبيرة قوي اهي ما شاء الله. طبعا في بقالة بقى، وفي علافة، يعني اللي على يميني ده اللي هو يعتبر علاف، علاف ده اللي هو بيبيع بقى السكر، المكرونة والرز والحاجات دي. وادي بتاع سمك على ايدي الشمال، وفي توم هنا اهو، كيلو التوم ب6.5. واضح ان في استقرار على ان، او في اتفاق على ان كيلو التوم ب6.5 عند الناس كلها. وادي راجل بينقي كوسه، و بقى الخضار اهو، يعني الخيار ب10 جنيه. في محل فرارجي هنا برضو، بس هنا مكتوب كيلو الفراخ اهو ب75 جنيه، في واحد ورا ب83 وده ب75.
ويعني عايز اقول لكم ان يعني ايه خلاص يعني احنا قربنا على الشارع، لسه طويل شارع فؤاد لسه طويل ومكمل. في جزارة هنا اهو بس مش كاتب كيلو اللحمة بكام. في هنا برضو محل سمك تاني، في فرارجي تاني هنا اهو، طبعا بط وفراخ كل حاجة موجودة، وفي فرن بيبيع بقى الفين والبصمات والفطير والحاجات اللي زي كده يعني. طبعا يا جماعه انا يعني ايه معظم الكلام اللي انا بقوله احنا كمصريين عارفينه، ولكن انا بحاول اوضح بس يعني علشان في اخواتنا مش مصريين فبحاول اوضح لهم يعني. محل فراخ طبعا الشارع فيه كل حاجه يعني، في الديك الرومي اهو، وفي هنا في ده بتاع كريب تقريبا يعني، هو بيعمل كريب اهو اعتقد، ولسه مكملين معاكم في شارع فؤاد. عايز اقول لكم ان شارع فؤاد عشان بس ما تلخبطوش لو حد بيدور عليه، هو اسمه حاليا شارع علي امين عبده، ولكن فؤاد سابقا، ولكن طبعا يعني هو خلاص اتعرف بفؤاد والناس كلها بتقول عليه فؤاد. في ولد بيلعب لعبه مزعجه جدا يعني اتمنى ان هي تنتهي خالص يعني اللعبه دي. في على الشمال مدرسه النهضه النسائيه، خلينا مكملين احنا يعتبر زي ما قلنا خلاص كده. الجزء اللي فات ده اللي هو جزء قديم من يعني الجزء اللي فات ده اللي هو الجزء بتاع السوق اللي هو زي ما حضراتكم شفتوا كده وزي ما صورنا، ولكن الجزء هنا هادي شويه. وفي هنا يا جماعه يعتبر مسجد التقوى، هو عايز اقول لكم بس اليافطه واضحه يعني، هو مكتوب هنا اهو شارع علي امين عبده فؤاد سابقا يعني. تمام، وخلينا مكملين في شارع علي امين عبده او شارع فؤاد زي ما بنقول. عايز اقول لكم ان في مباني هنا على اليمين اهي، المباني دي اللي هي ده جزء يعتبر تابع لاسم رود الفرج يعني، السور اللي على يميني ده اللي هو يعتبر سور اسم رود الفرج. وفي على شمالي مدرستين جنب بعض اللي هما مدرسة شبرا الرسمية للغات، وفي يعتبر مدرسة تاني جاية بعدها اللي هي مدرسة شبرا الابتدائية القديمة اهو، رياض اطفال وابتدائي. واحنا من اول هنا المفروض ان يعني ايه اليمين ده شارع بديع، من اول هنا اول دي اول نقطة في شارع بديع، والمفروض ان انا ادخل من هنا ماشي يعني الدفعة العسكري بيقول لي لا ممنوع علشان اسم رود الفرج مش هينفع اعدي من هنا، فيعني تمام خلينا مكملين في الشارع ده لحد ما ندخل ان شاء الله يمين في يمين نوصل تاني لشارع بديع. لا هنا الدنيا سد مش هينفع نعدي من هنا. يمين اللي جاي فيه على الشمال هو مصر السلام الخاصة، مدرسة مصر السلام الخاصة. الجزء ده على فكرة في مدارس كتير، وفي مدرسة هنا قدام على اليمين اسمها السيدة عيشة يعني، هي دي تقريبا اهي مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات. تمام، هنخش كده من جنب السيدة عائشة ونكمل على طول لحد نهاية الشارع، ولا هنا سلكة هنا؟ لا مش هينفع من هنا برضو، خلينا نكمل قدام شوية ونخش يمين تاني علشان نبقى وصلنا ل شارع بديع، لان احنا كده احنا كده عايز اقول لكم ان احنا كده موازيين لشارع بديع يعني، ولكن احنا ماشيين داخلي بقى عشان نقدر نوصل، علشان زي ما قلنا الجزء اللي هو قدام اسم رود الفرج اللي هو ما بين يعتبر ما بين شارع فؤاد اللي هو علي امين عبده وشارع نشاطي، الجزء ده قافلينه علشان يعتبر هو يعتبر يعني جنب او ضلع من ضلوع اسم رود الفرج. واحنا كده داخلين على شارع الشارع اللي في الوش حالا ده اسمه شارع بديع، وطبعا هنلاقي الجزء هنا فيه زحمه وفي عربيات وفي يعني تكاتك بتعدي عربيات علشان هم قافلين الجزء بتاع الاسم، فكله بيعمل زي ما انا عملت كده بالموتوسيكل، كله بيعمل باب العربيات وبيحاول اللي هو يجي يعدي من هنا. هو ده يا جماعه شارع بديع. احنا بصوا لو بصينا كده هناك اهو هنلاقي اسم شرطة رود الفرج، دي الحتة اللي انا كنت فيها معرفتش اجي منها يعني. اليافطة اهي شارع بديع، والشارع اللي في الوش ده اللي هو شارع نشاطي اللي هو بيخرجنا على شارع شبرا مباشرة، او عفوا لا ده شارع الخلاط مش شارع نشاطي، نشاطي تقريبا اللي قبله. واحنا كده داخلين على تقاطع شارع بديع مع شارع مسرة، يمكن انا كنت وضحت الجزء ده في اول الفيديو. وفي قدام شوية كده
طبعا فوانيس رمضان ظهر ده، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان هيكون فيه حلقات قويه جدا ان شاء الله من مناطق مختلفه كتير ان شاء الله نشوفها مع بعض. عايز اقول لكم احنا لحد هنا كده، احنا هنا في تقاطع مسره، الشارع اليمين ده كده يودينا على شارع شبرا، المكان اللي قلت لكم عليه في بدايه الحلقه اللي هو شارع مسره، واللي في الوش ده امتداد شارع بديع، والشمال ده من اول هنا، من اول الشمال ده الشارع بيكون اسمه، بيبدا يكون اسمه ترعه جزيره بدران، وبيوصلنا على كورنيش شبرا مباشره. وخلينا بقى نكمل على طول في شارع بديع. طبعا شارع بديع زي ما قلنا من الشوارع الكبيرة المشهورة، وعايز اقول لكم ان بديع ده يعني هو بديع خيري، بديع خيري اللي هو كان صديق الفنان المشهور جدا نجيب الريحاني، وبديع خيري يعتبر كان كاتب وكاتب سيناريو روائي ومسرحي، ويعني كان فنان شامل يعني ومشهور برضو. كان ليه ثلاثة من الابناء، واحد منهم اللي هو عادل خيري اللي اشتغل في التمثيل، والاثنين التانيين لا. واهلا بيكم في شارع بديع، ومعلش بقى يعني انا بحاول انا احرك الكاميرا بقدر المستطاع والله اكتر من مكان، بحيث ان انتوا تشوفوا الموضوع بشكل اوضح. اللي على اليمين دي شركة اسمها ماي واي، تمام، من الشركات المشهورة يعني عموما، يعني شركة كبيرة ولها اكتر من فرع، وبتبيع منتجات غذائية ومنتجات تجميلية. هي كانت متخصصة في المنتجات بتاعت التجميل، البرفانات والمكياجات والكلام ده، ولكن بتلاقي يعني ان منتشرة برضو بالمواد الغذائية. ودي هنا جزار هنا اهو، طبعا اليافطة موضحة ان احنا كده في شارع بديع، وفي توم هنا اهو، وفي يعني في حاجات كتير. في على الشمال واحد بتاع رفة اللي هي يعني بيخيط الهدوم، ولكن غير الترزي يعني بيخيط بطريقة مختلفة. نحاول كده اللي احنا نستكشف المكان مع بعض. وفي اهو في الوش يعتبر ده خضار طبعا، وفي المحل اللي في الوش ده عبد الباسط، عبد الباسط لتجارة البيض، يعني عبد الباسط بتاع البيض يعني هو مشهور هنا بالاسم ده، وده يعني ايه هو مش محل، هو زي مورد كده. وجزارة الناحية التانية. وعايز اقول لكم ان بديع برضو يعني اشبه بفؤاد، ولكن بديع الشارع اوسع شوية واكبر شوية، فتحس ان هو مش زحمة قوي زي فؤاد. لكن فؤاد طبعا الشارع كان ضيق جدا، هو يدوب بيعديني بالموتوسيكل او بيعدي التوك توك، فالموضوع صعب. وفي هنا رقاق تقريبا، رقاق ده في الفرن، وفي طبعا في حد بتاع طيور الناحية التانية. وعموما يعني هي دي يا جماعة الاسواق، والاسعار طبعا مكتوبه، يعني غالبيه الحاجات المعروضه مكتوب عليها اسعارها. ويمكن كنا في شارع فؤاد كنا يعني بنصور بشكل اقرب شويه، فالاسعار كانت اوضح، يعني اعتقد الاسعار في شارع فؤاد كانت اوضح. وشارع بديع زي ما قلنا بيبدا من ورا خالص من عند الاسم، وبينتهي يعني تقريبا بينتهي في شارع توسن، يعني تقريبا هو مش بينتهي في شارع توسن بالظبط، هو بيكمل جوه شويه، ولكن يعني الاشهر ان هو بينتهي في شارع توسن، وتكملته بيكون اسمه بيتغير، بيكون اسمه شارع صائم الظهر. طبعا انا يعني خلينا اسكت شويه كده واسيبكم تتفرجوا على شكل السوق، علشان حاسس ان انا اتكلمت كتير قوي. في سمك صغير اللي انا مش عارف هو ده بيتاكل ولا بيعملوا بيه ايه. واحنا كده يا جماعه خلاص داخلين على تقاطع بديع مع شارع توسن، وشارع توسن برضو اسمه شارع ابن فضل الله العمري توسن سابقا. يمين كده يودينا على شارع شبرا، وشمال كده يودينا على قصر توسن، وفي الوش اللي هو امتداد شارع بديع، ثم الشارع اللي لو كملنا على طول كده الشارع اسمه هيتغير، هيبقى اسمه شارع صائم الظهر. وصائم الظهر ده من الشارع الكبيرة اللي يعني بيتقاطع مع شارع رود الفرق، ثم هيتقاطع مع شارع دونشواي اللي هو الشارع الجديد عند مستشفى الساحل، وبيكمل لجوه كمان يعني. وانا حاليا زي ما قلت في شارع ابن فضل الله العمري، يمكن الشارع ده انا كنت صورته قبل كده. احنا كده رايحين اتجاه قصر توسن، وورايا خالص لو مشيت الجزء اللي ورا هنوصل لشارع شبرا زي ما وضحت لحضراتكم.
يعني قصر توسون المفروض اللي هو في الوش هناك، او يمكن انا كنت زي ما قلت صورت قبل كده واتكلمت عنه ودخلت من جوه. وفي على الشمال جامع من الجوامع الكبيرة والمشهورة هنا، وهو جامع خضر اهو. وعايز اقول لكم ان بصوا يعني ايه، طول ما احنا ماشيين في منطقة شبرا مصر هتلاقي نفسك عمال كل شوية تتكعبل كده في قصر من قصور الاسرة العلوية اللي هي اسرة محمد علي. يعني هو اصلا محمد علي هو اللي اسس شبرا وليه قصر كبير في شبرا، ولكن حاليا بقى تابع لشبرا الخيمة بعد ترعة الإسماعيلية، فهو تابع لشبرا الخيمة. ولكن هتلاقي بقى زي ما قلنا مثلا بدأنا بمدرسة التوفيق اللي هي كانت قصر محمد سعيد باشا ولي مصر، وفي الوش هنا هو قصر توسن، قصر عمر توسن اللي هو من أحفاد محمد علي برضو، واللي هو حاليا كان كذا مدرسة، ولكن في البداية كان مدرسة شبرا الثانوية. ده المدخل الرئيسي للقصر، ولكن مدخل المدرسة من الجهة المقابلة مكتوب أهو يافطة فوق قصر الامير عمر توسن. يعني يافطه مكتوبه بخط الايد، يعني اتمنى ان هم يهتموا بيها اكتر من كده. والقصر يعني بصوا على اليمين هنا هو الجزء الاسمنتي ده كان سور عادي تابع للقصر، ولكن يعني تهدم يعني، فهم الحمد لله ان هم عملوه، واتمنى ان هم يهتموا بالحاجات دي اكتر، يعني ان دي يعتبر جزء كبير جدا من تراثنا. في على اليمين مدرسه قاسم امين الاعداديه بنات، من المدارس المشهوره، لان الميدان ده نفسه اسمه ميدان قاسم امين. وعايز اقول لكم ان كل الجزء اللي احنا فيه ده اسمه توسن، يعني بيقولوا عليه توسن علشان خاطر قصر توسن وشارع توسن، وتوسن هي شيخه، والشيخه دي يعني فهو يا جماعه الحي اسمه يعني الحي اسمه شبرا مصر، والمنطقه اسمها منطقه رود الفرج، ورود الفرج مقسمه لكذا شيخه، توسن دي من ضمنهم. يعني شيخه الشيخه دي اللي هي بتبقى اصغر من المنطقه، شيخه توسن يعني. واحنا كده يا جماعة يعتبر ماشيين لسه في شوارع توسن او شوارع او منطقة رود الفرج، شوارع شبرا عموما يعني الداخلية. و يعني الدنيا هادية هنا، تحس ان الدنيا هادية بالرغم من ان برا يعني شوية، ولكن الشوارع الداخلية في الجزء ده يعني بتكون كويسة وهادية شوية. واحنا كده عايز اقول لكم ان احنا نكمل على طول لحد ما هنوصل لشارع ابو الفرج. في فرق بين شارع رود الفرج وشارع ابو الفرج، و يعني بحاول انا اعمل لكم خريطه في البدايه توضح لكم الامور يعني بشكل اوضح شويه. الشارع في الوش يعني في الوش اهو الشارع تقاطع يمين وشمال تمام، وفي كذا عماره يعني ما شاء الله دي من العماير العاليه. وفي الوش هناك اهو في جامع منبر الاسلام على اليمين، واحنا كده يا جماعه ماشيين بقى يعني ايه، احنا خلاص يعني داخلين على نهايه الحلقه تمام، وهنمشي كده. احنا كده ماشيين في شارع ابو الفرج اتجاه سوق رود الفرج. طبعا سوق رود الفرج من الحاجات اللي يعني العلامات الموجوده في القاهره كلها، يعني اتمثل فيه افلام كتير. كان هو السوق او هو الـ المكان الرئيسي اللي بيتم توزيع الخضار والفاكهه على القاهره كلها منه. الكلام ده فضل فتره كبيره لحد ما تم انشاء سوق العبور. يمكن انا كمان كنت صورت سوق العبور، والسوق اللي كان هنا ده هو اللي اتنقل راح سوق العبور، وبقى التوزيع كله كل حاجه بتتم من هناك يعني. والدنيا الدنيا زحمه تمام ماشي. وعموما يعني اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، شكرا جدا لكل الناس اللي بتحب وبتدعم قناه شوارعنا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تخطيط كل شوارع مصر. وان شاء الله استنوني في فيديوهات تاني جايه كتير. احنا خلاص يعني داخلين على ميدان السوق، وهنشوف كمان يعني السوق طبعا شكله اتغير، والمفروض ان هو تم يعني تطويره لحد ما. احنا هنا في تقاطع شارع ابو الفرج مع شارع ترعه جزيره بدران اللي قلت لكم عليه. يعني احنا شمال كده نروح على مسره يمين على الكورنيش، وادي السوق اهو مكتوب قصر ثقافه رود الفرج. طبعا اتحول من السوق بقى قصر، بقى حديقه عامه وقصر ثقافه في نفس الوقت. ولكن احنا هنمشي بقى نكمل كده على كورنيش النيل. وانا كده اعتبر خلصت، وشكرا جدا ليكم تاني، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تاني جاية كتير. ويسيبكم بقى علشان هننهي حلقتنا النهاردة ان شاء الله، يعني اخر الشارع ده نبقى في كورنيش النيل، الجزء اللي هو عند يعني بالقرب من كوبري امبابة. ويسيبكم دلوقتي ومع الف سلامة.